أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول: هناك من يخيط طرف الإزار فيجعله دائريا على جسمه مثل التنورة للنساء، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، هذا ما هو جائز، هذا مثل السراويل ومثل الثوب، لا يجوز هذا. الإزار يلف على أسفل البدن ويثبت، يلف على أسفل البدن ويثبت بحزام وما أشبه ذلك. أما أنه يخاط ويصير على شكل الإزار المخيط، هذا لا يجوز، وهو من أفتى بهذا فقد أخطأ. نعم.